والآن ينضم لنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسل التلفزيون العربي باسل خلف. صباح الخير باسل. إذن مدينة خان يونس لا زالت تتعرض منذ ساعات الفجر الأولى لغارات متواصلة وكذلك قصف مدفعي مستمر، لكن اللافت في الدقائق الأخيرة زوارق الاحتلال لا زالت تطلق قذائفها باتجاه المناطق الغربية من المناطق الوسطى في قطاع غزة. أطلعنا على مجمل التفاصيل بس. صباح الخير، نحن نتحدث عن فعلا اطلاق من قذائف من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل مناطق وسط قطاع غزه وحتى جنوبي القطاع، حتى سواحل مدينه رفح جنوب القطاع، بالاضافه الى سماع القصف المدفعي في المناطق الجنوبيه الشرقيه لمخيم البريج، هذه المنطقه الواصله بين مخيمي البريج والمغازي للاجئين، تتعرض لغارات منذ اكثر من 48 ساعة بشكل مكثف وأحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال. ثم نتحدث أيضا عن ما حدث ليلة أمس. اليوم تعاود فرق الدفاع المدني الوصول إلى بعض المنازل التي تم استهدافها خلال الليلة الماضية من أجل محاولة انتشال جثامين الشهداء، ولكن المنخفض الجوي في الحقيقة هو الذي يسود الآن حديث الناس مع غرق خيام النازحين هنا. نحاول أن نتحدث مع هذا الرجل، كثير من المواطنين وصلوا إلى هذه الزاوية، زاوية الصحفيين، يسألون أو يعني يناشدون بأنه لا يوجد لديهم خيام ولا أغطية. صباح الخير، شو اللي صار؟ كيف كانت ليلتك؟ احنا كنا نايمين، الخيام دلفت علينا وعمنا والمي دخلت علينا. أنت معك أطفال في المكان؟ معي ثلاث أولاد ومعي أطفال كثير وبنات عمي. أنت نازح من وين؟ من الشاطئ من غزة. والآن شو الوضع؟ وين أنت موجود؟ موجود في الخيم، بس إيش بتدلف؟ بدنا ليله، بدنا حد يسبق لنا الوضع. الأغطية معاكم؟ أغطية مش كافية، بتكفيش يا عمي، تلج طول الليل تلج. شكرا لك، شكرا لك. إذن هذه واحدة من الحالات، مواطنون معهم أفراد، معهم سيد نساء ومعهم أطفال وحتى بعضهم كبار سن وذوي احتياجات خاصة، ويناشدون بأنه يتصلهم على الأقل خيام تقيهم هذا المطر الذي يأتي في منخفض جوي يترافق مع غارات إسرائيلية. يعني المشكلة بالنسبة للناس حتى الذين كانوا يناموا في الشارع طيلة اليومين أو الثلاثة الماضية، الذين نزحوا من مناطق المغازي البريج، النصيرات، وبعضهم لم يجد خيام. يعني هذا الرجل ربما لديه بعض المعرشات، لكن حتى هذه الخيمة أو المعرش مش غير موجود عند آخرين، وبالتالي نحن نتحدث عن مشكلة عميقة إنسانية تضرب هؤلاء الناس. من يمرض من هؤلاء الأطفال لا يجد له مكانا يعني يتعالج فيه نظرا لازدحام هذا المستشفى تماما بالحالات المصابة، والمصابون أنفسهم حتى الذين يأتوا في إصابات متوسطة وبعضهم خطيرة يتكدسون داخل هذا المستشفى. نتحدث عن أكثر من 355 ألف مريض بأمراض معدية ولا يستطيعون أن يجدوا الدواء والعلاج اللازم لهم، فما بالنا مع منخفض جوي مثل هذه الحالة، غرق الخيام ومشكلة لنقص المعدات اللازمة بالنسبة لهم حتى لبناء خيام أخرى، و يعني لا أغطية ولا فراش ولا ملابس شتوية لهؤلاء الأطفال الذين نزحوا من أماكن مختلفة كحالة هذا الرجل من مخيم الشاطئ أو آخرين، حتى ذهبوا إلى رفح التي يقول الاحتلال إنها آمنة، لا يستلم فيها أي من النازحين أي من المساعدات أو الأدوات التي تعينه في مثل هذه الأجواء الباردة والمنخفض الجوي، مع استمرار طبيعة الحال القصف الذي يطاول مناطق وسط قطاع غزة. ربما الليلة الماضية كان وتيرة القصف في الشمال أقل مما كانت عليه في منطقة وسط قطاع غزة، لكن مدينة خان يونس أيضا طولها قصف وغارات مدفعية وقصف وغارات أيضا في المناطق الشرقية ومناطق الوسط. لم تعرف أين ذهبت هذه الصواريخ، أين سقطت هذه الصواريخ، على أي منازل، وربما تكون أحزمة نارية، لكن ربما مع ساعات الصباح الآن تتكشف إذا وصلت سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني إلى هذه المواقع التي تم استهدافها والأهداف، سواء كانت منازل أو مناطق مفتوحة تسببت باستشهاد وإصابة فلسطينيين، مع الغارة التي وقعت في ساعات المساء بالأمس في مدينة رفح في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، ولم تسفر عن وقوع إصابات، إنما وقعت في أرض زراعية. لكن بالنسبة لرفح دائما نتحدث عن مليون نازح من أصل 1.5 مليون
900 تقريبا نزحوا من منازلهم من مناطق قطاع غزة، وبالتالي أوضاع إنسانية صعبة. بعض المناطق يطولها القصف بشكل مستمر كما هو حال مناطق البريج والخزاعة التي يتواجد فيها الاحتلال، والدرج وحي التفاح، والمناطق الأخرى يطولها كما هو الشريط الساحلي الغربي لوسط قطاع غزة القصف من قذائف المدفعية أو من البوارج، وهذه أدت بالأمس إلى إصابة صياد فلسطيني بترت أطرافه. أشكرك جزيلا مراسل تلفزيون العربي باسل خلف، كنت معنا من دير البلح.